البلاد مستباح من دول إقليمية ودول دولية، لأن الطيران المسير لهذه الدول أصبح بشبه يومي فوق رؤوسنا، يكشف منازلنا، يكشف خصوصياتنا في منازلنا. هناك بعض التقارير الأولية بأن الطيران صناعة أمريكية تستخدمها بريطانيا والإمارات. إلى الآن 5 طيران قد سقطت في محافظة المعارة، هذه التي سقطت، التي لم تسقط لا نقدر أن نعد، لا نقدر أن نحصيها.